بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي أباء أمهات تلاميذ وأولياء أمور مترشحون أحرار، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله موسم استثنائي. ما تنساوش الملتحقون لأول مرة يحضروا معنا، راه كاين الحصص كاملين مسجلين، كاين مجموعة ديال الواتساب. لايك 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 ديرها دابا، واللي مازال يديرها في الوسط، واللي مازال من بعد ويشارك مع الأصدقاء ديالو. فريمون هادشي اللي غنخدموا في الحصص المباشره مهم بزاف، وهنا هاد الحصه يقدروا يختبروا بها الاباء المستوى الحقيقي لوليداتهم والابناء ديالهم، خصوصا اللي كيامنوا بان الوليدات ديالهم مستواهم جيد. غنطرقوا له بالتفصيل، عطيني دقيقه. كيف ما قلت لكم غنطرقوا له بالتفصيل، غنفصلوا مزيان، وهذا من بين التمارين اللي ما كيخدموهاش بزاف التلاميذ وما كيركزوش عليها بزاف ديال الاساتذه، وكنجيو من بعد كنلقاو التلاميذ ضعاف، ما كيعرفوش يتعاملوا مع امور من هذا الشكل، والسبب هو انهم ما خدموهاش بكثره. فوالا، ارسل لكم دابا اللايف في الجروب واتساب. بسم الله، مزيان. السلام عليكم، هذا هو الرابط اللي تقدروا تدخلوا منه المباشر. صافي، تمام. اذا تم انجاز العمليه بنجاح على بركه الله، نبدا باذن الله تعالى هذه الحصه المباشره التي ستكون في غايه الروعه ان شاء الله باذن الله، وغنيه بالمعلومات. كما قلت لكم، الاباء اللي عندهم وليدات كيخدموا مزيان اعطيهم هذا التمرين هذا، وهنا فين تختبر المستوى الحقيقي ديالهم على بركة الله. واخا غادي نشرح لكم هنا بشوية، نشرحوا السؤال عاد باش نبداو خدامين، وغادي نبداو غادي دقة دقة. مرحبا السي إلياس، شحال من حصة ما جيتيش. شوف، من أصعب الأسئلة اللي تقدر تعطي للتلميذ هنا هو تقول له بين أن جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 2. كتقول له هذه أنت خاصك تبينها تساوي 1 زائد جذر 2. وي قليل اللي غادي يعرف يخدمها، قليل اللي غادي يعرف يخدمها. ها انت خير دليل. انا غنسول دابا شنو الطريقه، كيفاش غنديروا باش نبينوا انه جذر 3 زائد 2 جذر 2 تساوي 1 زائد جذر 2. غادي نشوفوا انه بزاف ديال بزاف ما غاديش يعرفوا يخدموها بزاف. هنا في هذه الصفحة فينا تعلم إن شاء الله الأمور على حقها، كما كنت كنخدم مع التلاميذ في القسم كيف ما كيجيبوا 19 و18 و20 إن شاء الله بحول الله. العقبة لكم. يلا في التعليقات جاوبوني، واش عارفين الطريقة؟ نعم أو لا؟ واش عارفين الطريقة؟ كيفاش غنبينوا جذر 3 زائد 2 جذر 2 تساوي 1 زائد جذر 2؟ أها محمد، متطابقة هامة، نعم. قريتينا ايدونتيتي غوماركابل، زيد. واخا، السلام عليكم. اذا كما قلت لكم كيبقى سؤال صعيب. اذا اول حاجه غنتعلموا ليها، سمعوني مزيان، اول حاجه غنتعلموا ليها غادي تعلموا تصايبوا لي المتطابقات الهامه ملي يكونوا الجذور المربعه. هذا الامر خليه عليا انا غير بشويه، غنخدموا هذا الشيء كامل، ولا غنخدم معكم هادو ونخلي لكم هادو تخدموهم ونكملوا معكم اللي بغيتوا. يلا ردوا معايا البال، ردوا معايا البال. شوف معايا، غنكتبوا الامثله كاملين وان شاء الله غادي تعلم لي. 3 زائد 2 جذر 2 المرحله الاولى. يلا انت عرفتي شنو غدير، ياك بغيتو تفهموا وتفهموا مزيان وباش تيقنوا من كلامي، غادي تعطوا للاصدقاء ديالكم التمرين وغادي تلاحظوا غادي تجيهم صعوبه، ممكن ضرب الكل في اسئتنا. لا ما يمكنش. اها، من بعد 7 زائد 4 جذر مربع 3 تساوي
يلا شوف دابا الحضور كامل يتبع الطريقه ديال العمل، هذه الخطوه الاولى اللي غنعلمك تخدم، ما غاديش نزرب، ركز عافاك. غنمشي لثلاثه، شوف هادشي راه خطوات ثلاثه. شنو هي ثلاثه؟ ثلاثه هاد الخطوات اللي غندير هما اللي غديرهم لي دابا معايا، هذه كتسماو كنقولوا تلميذ واعر في المات. ثلاثه هي جوج زائد واحد زائد جوج جذر جوج. ثلاثة رجعتها هي جوج زائد واحد، مفهوم؟ دابا تقول لي واش مفهوم؟ باش تفهم أكثر ولا بلاتي ما تقولش لي واش مفهوم تنسالي. شنو هي أربعة؟ أربعة هي ثلاثة زائد واحد، أربعة هي ثلاثة زائد واحد زائد جوج جذر ثلاثة. شنو درت دابا؟ شحال هي ستة؟ فكك حتى هي قسمها، هي خمسة زائد واحد زائد جوج جذر خمسة. شنا هي تمنية اللي كاينة هنا؟ تمنية هي سبعة زائد واحد زائد جوج اللي كاينة هنا جذر سبعة. يلا بدينا. أربعة فرقناها هي ثلاثة زائد واحد، ستة غنفرقوها هي خمسة زائد واحد، تمنية غادي نفرقوها هي سبعة زائد واحد. ركزوا مع هادو. شنو درنا دابا؟ فرقنا. جيد سي محمد، محمد ربما غادي يفهم مزيان. كما قلت لكم هاد التمرين للمتفوقين، الناس اللي باغا تطمح الى نقط عاليه، اختبروا لي الابناء ديالكم، اعطيهم هذا شوف شنو غيديروا. ثلاثه شوف ركزوا، ثلاثه كنفرقها هي جوج زائد واحد، هذا باش غندوزوا لعلاش. اربعه هي ثلاثه زائد واحد، سته هي خمسه زائد واحد، ثمانية هي سبعة زائد واحد. هاد المرحلة واضحة اللي كنديرو؟ مزيان، يلا جاوبوني. كنشوفو داكشي اللي عندنا في الجذر شحال وكنزيدو عليه. مثلا وي، إلا كانت هنا جوج غتكون جوج زائد واحد، هنا ثلاثة ثلاثة زائد واحد، تقدروا ديروا الطريقة ولكن ماشي صحيحة ديما. يلا يكونفيرميولي، بزاف يكونفيرميولي واش مفهوم هاد التكنيك اللي درت. كنمشي للعدد الأول، كنفرق العدد، ثلاثة هي جوج زائد واحد، هذا هو أسهل مثال غنبداو به. نعم استاذ مفهوم، مزيان. كنجيو من بعد منا، شوف شوف شوف، عندنا بزاف ديال الامثله. شو دابا المرحله الثانيه؟ اجي معايا، جوج زائد واحد، شنو هي جوج؟ كندير لها الجذر، هي جذر جوج مربع. واحد هو واحد مربع، وهنا خليو جوج جذر جوج. غنعاودهم للمره الثانيه باش تفهموا مزيان. شوف اللي كيجي معطل بلا ما يقول لي عاود، ما يمكنش غادي نعاودو كلشي من الاول، غيتبع من هنا وغيكمل، هو اللي غيعاود اللايف من اللي غنساليوه، غيكمل وغيعاود معنا اللايف، الامر واضح، حاليا مفهوم مزيان. هاد ثلاثة شنو هي ثلاثة؟ ها انتوما شوفوا، ثلاثة غادي نرجعوها هي جذر ثلاثة مربع. بحال ما درت والو، زدت الجذر وزدت المربع، واحد راه هو واحد مربع، وهذه غنخليوها جوج جذر مربع ثلاثة. مرحلة بمرحلة، دقة دقة. خمسة غتولي هي جذر خمسة مربع، الواحد غيولي هو واحد مربع، وهذه غنخليها جوج جذر مربع خمسة. سبعة غنديرو هي جذر سبعة مربع، هذه هي المرحلة الثانية. واحد غنخليه هو واحد مربع، هذه جوج، ها هي جوج جذر سبعة، ها هي مفهومة هذه المرحلة حتى هي. شنو هي جوج؟ ها انتوما ركزوا ثاني، هي جذر اثنين مربع. وشنا هي ثلاثة؟ هي جذر ثلاثة مربع. وشنا هي خمسة؟ هي جذر خمسة مربع. وشنا هي سبعة؟ هي جذر سبعة مربع. وهكذا كنكونوا قادين متطابقة هامة. آخر مرحلة غنرتبوها. يلا رد معايا البال، هذه تاهي مفهومة؟ درت خطوة بخطوة. الخطوة الأولى فككت ثلاثة، درتها هي جوج زائد واحد. الخطوة الثانية جوج، درت ليها جذر اثنين مربع، كنزيدوا جذر والمربع. كيبقى من اصعب التمارين اللي زوين، حنا ما غنكتفيوش بهذا القدر، غنخدمهم وغنعاود نخدمهم وحده بوحده، مفهوم؟ يلا تبع معايا، تبع معايا. دابا غندوزو لاخر مرحله، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، مفهوم؟ مزيان. المرحله الثالثه غنديروا الترتيب، كنصيب في متطابقه هامه. جذر اثنين مربع، ها هي هذه، وهذه غتبعها كما القاعدة ديال المتطابقة الهامة، جوج جذر جوج، وهذا واحد غنكتبوه هو الأخر، زائد واحد مربع. نعاودوا نفس القضية هنا، جذر ثلاثة مربع،
زائد غنتبعوها جوج جذر ثلاثة باش تكون بحال المتطابقة الهامة واحد مربع. اشنو كيدير دابا الأستاذ؟ كيصايب في متطابقة هامة، كنخلي جذر خمسة مربع زائد كنتبعوها جوج جذر مربع خمسة، وفي الاخر ديما واحد مربع، هاد واحد ديما هي الاخرى. جذر سبعة مربع زائد جوج جذر سبعة زائد واحد مربع. غادي نمشيو دابا غنزيد عاوتاني نعاود نشرح لكم باش تزيدوا تفهموا اكثر، لانه هاد الامثله صعاب. اي بلاتي وقفوا التعليقات بلاتي تنكملوا، وقفوا التعليقات. ثلاثة زائد اثنان جذر اثنان، دابا غنعاودهم وحدة بوحدة، تساوي المرحلة الأولى. كنجيو للعدد ثلاثة، الله يرضى عليكم، حتى واحد ما يكتب تعليق يركز. ثلاثة كنديروها هي اثنان زائد واحد، هذه كتبها كيف ما هي، هاهي اثنان ثلاثة فرقناها هي اثنان زائد واحد. المرحلة الثانية، هاد اثنان كنديروا ليه الجذر والمربع، الجذر والمربع، اثنان هي جذر اثنان مربع زائد واحد كندير له المربع، هذا كيبقى كيف ما هو، هذا ما غيتبدلش. آخر مرحلة، جذر اثنان مربع مزيانة، هذه هي الأولى، هذه هي الثانية، متطابقة هامة، واحد هو الأخر ديما. حصلنا على المتطابقة الهامة الأولى، يعني غتولي هي جذر جوج زائد واحد الكل أس اثنان، هذه راه متطابقة هامة. شحال هذا الشيء كنت درتو في الحصص الأولى ديال المتطابقات، هذه جذر جوج وهذا واحد، جذر جوج زائد واحد الكل أس اثنان. باش نزيدو نفهمو أكثر عاد باش غادي نسولكم على التعليقات، غندوزو للثانية. أربعة زائد اثنان جذر ثلاثة، غنشرح دابا، تساوي كنمشيو لأربعة كنفرقها أربعة، شحال هي أربعة؟ هي ثلاثة زائد واحد، ما نزربش، أربعة هي ثلاثة زائد واحد، صافي، هذه غنكتبها كيف ما هي، جوج جذر ثلاثة تساوي، ها هي تساوي ثلاثة، كنزيد عليها الجذر ثم المربع، والواحد كنزيد عليه المربع، وهذه كنخليها كيف ما هي. من بعد كنرتب جذر ثلاثة أس اثنان زائد اثنان جذر ثلاثة، كنكتبوا هذه هي الأولى وهذه هي الثانية، والواحد هو آخر حاجة، تساوي كنجمعوها دابا متطابقة هامة، متطابقة هامة، جذر ثلاثة زائد واحد الكل أس اثنان. هادي دابا المرة الثانية كنعاود وأنا مازال غنكمل، بلاتي ما تكتبش التعليق، ما تكتبش التعليق، ما بغيتش أنا نسولك واش فهمتي ولا لا، تنسالي، تعلم تصبر تنسالي. ستة زائد جوج جذر خمسة، ستة هي خمسة زائد واحد زائد جوج جذر خمسة، خمسة هي جذر خمسة مربع، الواحد هو واحد مربع زائد اثنان جذر خمسة. المرحلة الثالثة ترتيب، غتخلي هذه هي الأولى، وغتخلي هذا واحد، واحد هو آخر حاجة، والوسط جوج جذر خمسة، هذه متطابقة هامة، متطابقة هامة، تكتبات على شكل أ مربع زائد جوج أ بي زائد بي مربع، اللي هي أ زائد بي، كناخدو أ وكناخدو بي وكنديرو الكاري. دابا التعميل، هذه خاصة تجمع، يعني غتولي هي جذر خمسة، هذا اللي كاين هنا، وهنا كاين واحد، زائد واحد، الكل أس اثنان. تريس بلاتي، مزيان، تبارك الله عليكم، لحد الآن باقي ما دوى حتى واحد، مزيان. غندوز ثاني المثال آخر تتفهم، بلاتي عاد باش فجر لي التعليقات. ثمانية زائد جوج جذر سبعة، كنجي لثمانية، هنا كاين سبعة، كنفرق ثمانية، هي ثمانية هي سبعة زائد واحد، ساهلة هذه، هذه ساهلة، ثمانية هي سبعة زائد واحد، هذه كتبقى ديما كيف ما هي. شناهي سبعة؟
هي جذر 7 أس 2. وشنا هو واحد؟ هو واحد أس 2، وهذا 2 جذر 7. المرحلة الأخيرة الترتيب، جذر 7 أس 2 كهذه هي اللي خاصها تكون الوسط، زائد 2 جذر 7 والواحد هو الأخراني، 1 أس 2. متطابقة هامة، سهلة باش نسهلها لك، كتكتب جذر 7 كدير زائد كتكتب 1 وكدير الكل أس 2. مفهوم؟ شوف شحال خدمناهم من مرة، جوج ديال المرات خدمناهم، شحال من مثال خدمنا، راه ربعة الأمثلة درناهم جوج المرات هي 8. مفهوم؟ دابا عاد باش غنتلقى دابا الأسئلة ديالكم، غنعاودوا المرة الثالثة، ولكن هذه المرة دابا إلا ما فهمش شي واحد راه باقي الأمثلة بزاف. اسمعني اسمعني، باش نرجع للتمرين، باش نرجعوا للتمرين، شوف معايا، قالك بين هذه تساوي هذه، شوف اش كندير، جذر مربع 3 زائد 2 جذر 2، أو واخا تكون مثالي، كنجيو لثلاثة، كنديرو هي جوج زائد واحد، وهذه كنخليوها، عقل عليها، هذه اللي غتجي الوسط، جذر جوج هي جذر 2 مربع زائد واحد هي واحد مربع زائد جوج جذر جوج تساوي جذر، بلاتي ردوا البال، غنرتبوها، جذر 2 مربع زائد هذا هو اللي خاصو يجي الوسط، ها هو 2 جذر 2 هذا هو اللي تنكتبو الوسط، واحد هو آخر حاجة، جذر ها هو الجذر. دابا هنا واحد السؤال أستاذ، وفين كتمشي ديك جوج جذر 7؟ بحال دابا جوج جذر جوج متطابقة هامة، هادي كتسمى متطابقة هامة، متطابقة هامة، أنا نوريك، بلاتي بلاتي أنا غنجاوبك عليها، قناص يمكن أنا غنجاوبك عليها ولا كناس. هنا جذر جوج كنديرو قوس، كناخدو هاد جذر جوج، إلا كانت زائد زائد كنديرو زائد، إلا كانت واحد كنكتب واحد وكنديرو الكل أس 2. المربع غيحيد الجذر وغتبقى جذر جوج زائد واحد، وكانت هي المطلوبة واحد زائد جذر جوج، هاهي واحد هاهو زائد هاهي جذر جوج هاهي، هادشي اللي كانوا باغين هما في التمرين، واحد زائد جذر جوج. فهمتوني؟ واحد التلميذ سولني دابا، او تلميذة، شوف ا مربع زائد جوج ا، وبي زائد بي مربع، عندنا قاعدة كنديرو قوس كناخدو ا زائد وكناخدو بي وكنديرو الكل اس 2، هادشي شرحناه في الحصص الفايتة، هاد ا وهاد بي وهاد اس 2، ما كناخدوش هذا. باش تفهم اكثر غادي ترجع ليا الحصه اللي كانت قبل، راني مسجل 12 حصه في المتطابقات الهامه والحساب الحرفي، مخليهم على قبلك، شوفهم شوفهم مالك، شوفهم اللي ملتحقين جداد، راه مخلي الحصص الاولين على قبلكم. دابا دابا بحال تنطيحوها في متطابقه هامه، صافي كنجيبوها في متطابقه هامه، درس نشر تعميل والمتطابقات الهامه. غنرجعوا دابا، شوف غنخدم، سمحوا لي، الله يخليكم لي، الله كيجي ما يقولش لي عاود استاذ من الاول، ما يمكنش، غيتبع معايا من هادشي اللي انا فيه، الا بغى الا عجبو الحال، فهمتي؟ اش غنعاودو من الاول؟ ما يمكنش. غندوزو لهادي، شوف بكثره ما كنخدم الامثله غتبع، إلا ما فهمتيش في الأولى تفهم في الثانية، نزيدو نزيدو محمد، أنت غنزيدو، جذر، غنمشيو للربعة، خاصنا نلقاو في الآخر واحد زائد جذر 3، وربعة هي 3 زائد واحد، زائد جوج جذر 3، ها هي، غنحطو الجذر، 3 غتولي هي جذر 3 كاري، واحد غادي يولي هو واحد كاري، زائد ها هي، جوج جذر 3 تساوي، ماشي غنزيد مثال غنزيد أمثلة، جذر 3 كاري ها هو، هذا هو الأول، هذا هو الثاني، جوج جذر 3، هذا هو الثالث، واحد أو كاري،
تساوي جبر. غتخدموا هادشي غير هنا، الا خدمتوه في بلاصه واحده اخرى او شفتوه ماشي بنفس الكيفيه ان شاء الله. جذر 3 اس 2 و1 اس 2 غنهزوا لبرا، متطابقه هامه. جذر 3 زائد 1 الكل اس 2. كان دابا غنبدا نزيد في المعلومات، كان الهدف ديالنا هو يولي لي لو تو اوكاري باش هذا يحيد هذا وتبقى جذر 3 زائد 1. هاد 1 غنبداو به هي الاولى وغنديروا زائد هنا جذر 3 ها هي. والله حتى هي اللي كاينه 1 زائد جذر 3 صافي. جذر 3 كاري منين كنجيبوه؟ كينزل من السماء 3 راه هي جذر 3 اوكاري، 4 راه هي جذر 4 اوكاري، 5 راه هي جذر 5 اوكاري. زدتي الموضوع زدتي الجذر والكاري، الجذر والكاري بحال الموضوع، الجذر والكاري الجذر والكاري. 6 راه هي جذر 6 اوكاري، انا بغيت هذاك اللي ما تيفهمش كاع. 7 راه هي جذر 7 اوكاري. 8 عندي الحق نكتبها جذر 8 اوكاري. 9 هي جذر 9 اوكاري. 2 هي جذر 2 اوكاري. ما كيبغيش يفهموك. 10 هي جذر 10 مربع، جذر 10 كاري. مفهومة؟ عندي الحق نزيد المربع مع الجذر عادي جدا. يلا سيروا على الله، الحمد لله. مزيان نديروك اسيدي ما فهمتيش هنا. هذا مشى ارى اللي ماجي. تاش وصلوا لهذا الشيء من بعد توما. نديروا اسيدي التلميذ حنا عندنا ما فهمش. عبلاتي واحد الحاجة غنزيدو نطلعو النيفون حيت هادشي صعب من هادشي. غنزيدو نهزو النيفو. بسم الله هادي وطير بها دابا. الأستاذ خاصك تكتب له هكا س زائد 2 جذر مربع 5 جذر جيل س ديرها هي 5 زائد 1 زائد 2 هانتا شوف والله إلا بحال الكلام. س هي 5 زائد 1 2 جذر 5 ها هي. اش قلت لكم على 5 هي جذر 5 كاري والواحد عندي الحق ندير له الكاري زائد 2 جذر 5 تساوي جذر هذه غتكتبها هي الاولى هذا ها زائد ها زائد ياك هذا الواحد كاري هو الاخر وهذا هو اللي خاصو يكون الوسط هانت متطابقه هامه هنا جذر 5 وهنا 1 إذن هي جذر مربع 5 زائد 1 الكل أس 2 ملي كتكون زائد زائد كنديرو زائد المربع يحيد لنا الجذر غتبقى جذر 5 زائد 1 اللي هي 1 زائد جذر 5 واضح. هل هذا واضح؟ بغيتي تستافد فهمتي هادشي؟ إوا راه خاصك تكمل معايا الحصة لمصلحتك أنت حيت الا فهمتي هادو خديتي البرانسيب هنا اش غدير الله اعلم. انا غنوريك دقه دقه. مرحبا مرحبا. نديرو اسيدي هاد التلميذ هذا ما فهمش. ها نتوما شو اش غديرو؟ جربوا دابا نتوما. جذر مربع 8 زائد 2 جذر 7 جذر مربع. يلاه طلق راسك حاول دابا تكون ناضي. 8 لا لا بداو تجاوبوني في التعليقات بلاتي بلاتي هذه جاوبوني في التعليقات ونكتب لكم واحده اخرى تخدموها نتوما. شنو هي 8؟ جاوبني في التعليقات جاوبني في التعليقات شنو هي 8؟ 8 انا غنشوف واش عرفتي لهم اسلام. غنشوف غنشوف 8 بالزربه 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 شحال هي 8؟ شنو هي 8؟ هي 7 زائد 1 زائد 2 جذر 7. تعطلتو تعطلتو. شنو هي 7؟ هي جذر 7 كاري زائد وشنو هو 1؟ هو 1 كاري زائد 2 جذر 7 جذر مربع. هنا غنديروا الترتيب جذر 7 مربع 2 جذر مربع 7 زائد 1 مربع تساوي ها هو جذر مربع. هالمتطابقه الهامه جمعوا لي هذه المتطابقه نشوف هذه ملي كيكون هذا اوكاري وهذا اوكاري يعني هي جذر 7
زائد واحد لوتو وكاري. حيدوا لي الكاري مع الجذر اش غتبقى؟ جذر سبعة زائد واحد. قلبوا لي هادو كسب واحد كسب زائد، هذا جذر سبعة ها هو. هادشي اللي كنت طالب منك بين ان هاو واحد زائد جذر سبعة. صافي الابطال يلا نشوفكم هنا مزيان. برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم. يلا الابطال نشوفوا النتيجه ديالكم. يلا جذر مربع، يلا نشوفكم شنو غديروا دابا. انا غنشوفكم 9 زائد 2 جذر مربع 8. بسطوا لي هذا العدد، بغيت هذا الجذر يتحيد فهمتوا. ودابا راه تنبقى غادي نزيد في المعلومات. هذا الجذر شنو بغيتي يوقع له؟ بغيتو يتحايد، بغيتو ما يبقاش، طحن كسل. يلا زرب 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 زربه، ما عندناش الوقت بزاف. يلا ويلا باقي لنا حصص اخرى مع التلام، باقي مستويات اخرين، باقي تابعني بكالوريا فبسرعه. طحن يلا طحن 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 طحن، زيد زيد زيد، اعطيني انا النتيجه الاخرى، بغا نشوف شكون اللي غادي يعطيني النتيجه الاخيره يكون نان. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، هاد الامور لا تستهينوا بها، راه قليل اللي كيعرف ليها، واللي كيعرف يعني راه مزيان راه ناضي. الشيء اللي كيخدمو مزيان ما تخافش عليه، اللي تمكن من هادو ما تخافش عليه في الماجي. تسعود هي 8 زائد 1 زائد 2 جذر 8، كتب ديما على اتساع، كتب واضح. جذر 8 هي جذر 8 كاري، زائد 1 زائد 2 جذر 8، هاد الواحد ديرو له كاري. برافو، جيد هاجر، جيد الإدريسي، جيد المرنيخ، جيد أختي خديجة. أها وخا رونتها شوي. أها زويدة مزيان، محمد ناضي ناضي محمد كتب كل شيء ينامي. اها واخ نسيتو واحد اللعيبه، جذر 8 راسين 100 كاري، تبعوها هذه 2 جذر مربع 8 وفي الاخر 1 كاري. غتحط الجذر كبير غترجعها متطابقه هامه، جذر 8 زائد 1 لوتو كاري، غتبقى هي جذر 8 زائد 1. الشباب الشرفه اللي ما كاتبين زائد، فين مشات هذيك زائد؟ ديري لي واحد جذر 8 وراه واحد زائد جذر 8، هذا هذا زائد. برافو عليكم، تحياتي تحياتي، برافو 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 برافو، صفقوا على راسكم. دابا ندوزو دابا مفهوم هذا صافي، ناضين ضبطتوهم، الله يرضي عليك الله يرضي عليك. هذا السر يعطيوه لاصدقائكم، قول لي هاك بين، وبغيتو فعلا ما يعرفش، وملي ما يعرفش تقول لي هاك تفرج في الفيديو باش تفهم مزيان، خلي هاد القضيه ديره. دابا هادو دازو ياك، حاولنا فهمناهم مزيان. بالنسبه للتلاميذ المستوى ديالهم ضعيف بزاف ضعيف بزاف، حنا غنهضروا على ما عارفش الاشارات. بالنسبه لي كونديدا ليبر اللي خارجين من السادس، انا اشارك لي مع الاصدقاء ديالك غير يزيد العدد كثر، وانا معاك غندير معاك مراجعه من الصفر وتحت الصفر، ماشي مراجعة من الصفر، مراجعة تحت الصفر. نعاود معاك الكسور، نحيدو المشكل ديالهم، نعاود معاك الإشارات، ما يبقاش عندك المشكل ديالهم. الحساب الحرفي كتشوف إكس وجوج إكس كتخلع، نعاودوهم، ما يبقاش المشكل ديالهم. صافي. وتقلع لي مع راسك وتزيد. عادي جدا، أنا غير خليني نحس بك راك معايا ديما، راك حاضر. بلاتي بلاتي نشوفو. ها انت ها اللي قلنا هنا دابا في اللايف عدد المشاركات ما كاينينش، يمكن كاع ما اللايف ما مبارطاجيش كاع. ديروا البارطاج في الجروبات عندكم، حاولوا تبقاو ديروا البارطاج في لي جروب واتساب وغير مع الاصدقاء ديالكم، غير مع الاصدقاء ديالكم راه مخيره مزيانه. شكرا بنتي هاجر الله يحفظك. انا ما عنديش كيفاش نبارطاجي انا دابا من هنا، بعيد عليا شويه بس كما تندير لكم ديما فاش نضحك معكم. واش بغيتونا نحبسوا الحصص؟ صافي قنعتو. 14 البارطاج. هو دابا عيب ملي تكون 50 خاصه اموه بعدا تبان لينا 50 واحد مشاركه. يلا نمشيو نكملوا. بارطاجيت انا الله يحفظك، شكرا.
راه كيما كتبغي في الاستاذ يبقى يبارطاجي معاك لي زانفورماسيون وبارطاجي مع ناس اخرين. انا ما تنتخلص عليه شي ما والو، ولكن فريمون شنو هو الاحساس الزوين؟ هو نشوف بزاف ديال الناس، هذا هو البليزير بالحق اللي كيكون معك فاش كتشوف بزاف ديال الناس متبعين معك. وكنت نقول لكم ديما بزاف ديال التعليقات زوينه وبزاف ديال الناس زوينين، راه بيان سور كتفرح بحال الا حطيتي واحد التصويره ديال البروفيل ديالك انت. نعطيكم مثال، علاش انا بعدا شخصيا هكا هاد الامور كناخذها. دابا الا حطيتي فوتو دو بروفيل ديالك ياك ولقيتي فيها لي لايك بزاف، عجبك الحال ولا لا؟ حيت الوقت تبدلات، راه الانترنت غادا في هذا الاتجاه. الا لقيتي انت فيها تعليقات زوينين وفيها لايكات بزاف، شنو كيعني هذا؟ انك محبوب ولا انك كتعطي واحد الحاجه عندها قيمه كترفع لك لا فالور ديالك؟ غير نتوما كتقول واو شو هذه فيها مثلا 1000 ديال لي جيم، هذه فيها 2000، يعني راه واعره يعني زوينه فوالا كومسا. كتشجع حتى ناس اخرين عاد باش دو بلوس عرفتي تبارك الله شحال ديال الدعوات كنلقاو في، والله كيعجبني الحال. بسم الله. قلت لكم انا كنخدم في البريفي، في الخاص راني كنخدم، ما عرفتش كل بالي سول تما كنخدم في البريفي، ورغم ذلك مشيت فيكسي ثلاثه ديال الحصص. كنقول لك هادشي اعتبر كانك مخلص عليه، ولا كان اب ولا ام دابا. وشوف قسما يمينا نادرا فاش غتلقى مركز ديال الدعم حضوري يخدم هاد الكميه وهادشي اللي خدمناه كامل. احسبها مع راسك السوايع شحال من حصه كتقراو في الاسبوع؟ جوج. راه انا عندي كانوا عندي دي سونتر ديال السوايع كتقراو جوج ديال الحصص، مده الحصه ساعه ولا ساعه ونص، جوج الحصات حتى ثلاثه الماكسيموم ياك ولا لا، وكتخلص عليهم للشهر المينيموم في الرياضيات تخلص 100 درهم للشهر على الاقل، وبنفس الجوده بنفس الجوده كنقدم لك هادشي. كنقول لك ما تعتبروش راه مجاني، اعتبرك اعتبر راسك مخلص عليه. علاش؟ اعطيه قيمه كبيره الله يرضى عليك، لمصلحتك، لمصلحتك فقط، لمصلحتك. الحمد لله محمد اخي مازال تزيد تفهم. ندوزو المثال الموالي يلا، حيت المثال الموالي فيه شويه الخدمه. ها انتوما يلا غادي نديرو هادو بجوج وعاد باش نخليكم تكملوا. ها انتوما غنديرو هادو. رد معايا البال دابا هنا، الله يرضي عليك رد معايا البال. اش قلت لكم دابا درجة الصعوبة غتقل ولا غتزاد في هادو؟ جاوبني باش نعرفك راك معايا نيت. واش غتزاد درجة الصعوبة ولا غتقل؟ ها؟ غتزاد طبعا، إذا غتزاد عندنا شي حاجة. لا مرحبا الدنيا هانية والله، لا مرحبا فيك بليزير. شكرا الله يحفظكم. شوف غتزاد درجة الصعوبة شوي. شنو اللي غيتزاد هنا؟ واخ احنا غنتعلموا انا هادو بثلاثه بحال بحال. تبعوا دقه دقه. شو المعرفه، المعرفه تبنى، المعرفه تبنى كتبنى ماشي بالزربه غادي تفهم كلشي. يلا ركزوا معايا عافاكم. هنا غتزاد الخدمه هنا، هادي تنبغيو هنا تكون جوج، هادو من قبيله كنبغيهم يكونوا فيهم جوج. بمعنى شحال هاد العدد؟ ها انتوما قراو هنا، ربعة، ربعة ما مزياناش، سمعتيني اش قلت لك؟ كنجيو للمرحلة الأولى، سبعة غنخليها، زائد، تنجيو لهاد ربعة، تعلم لي هادي، كنديرو جوج، في جوج، جدر ثلاثة، باش تعلموا مزيان، تعلموا تجاوبوا، تعلموا تجاوبوا، شنو يتعلموا تجاوبوا؟ ها السؤال، أشنو درت دابا؟ هذا هو السؤال، أشنو درت دابا؟ حيت إلا قلتي لي شنو درت؟ يعني راه غادي ندوز للمرحله المواليه. صافي يلا نساو هادو، ندوزو دابا للشرح. اشنو درت دابا من هنا لهنا؟ انا لونتهم كاع، بغيت نشوف بزاف يكتبوا لي شنو درت، شنو التغيير اللي درت من هنا لهنا. يلا الله يرضي عليكم يلا، وحاولوا غير يوصلكم الصوت ديال شنو درت، جاوبوني بالزربه باش ما نبقاش واقف، راه كنتعطل هكذا. كيف ربعه مزيان، حيت ملي كتعرفني شنو درت صافي كتكمل مزيان. لا لا ماشي تبسيط، ماشي تبسيط، ربعه ربعه، لا على هذا الربعه، ربعه شنو درت للربعه؟ هي جوج في جوج، هي دو فوا دو، مزيان، كلشي باينه لي هذه الربعه رجعنا هي جوج في جوج ياك؟ كلشي باينه لي. مزيان، هاتوما. مزيان. جيد محمد تفكيك واخا. شوف دابا اش غندير، شوفوا اش غندير، ركزوا اش غندير. غنجي لسبعه، غنديرها هي اربعه زائد ثلاثه،
هذا باش غنقول لك علاش. الله اكبر. اشنو درت دابا؟ نقرا التعليقات ديالكم غير الاذان، سمحوا لي خاصني نسكت. لا اله الا الله محمد رسول الله على قول الله اكبر وعلى الاذان. الله يسهل عليكم والله ييسر اموركم والله يفرحكم، سواء كنتوا اباء او امهات او لا ناس طموحين، والله يصلح الوليدات والله يوفقهم. واخا واحد السؤال رائع من هاجر، علاش ما درناش 6 زائد 1؟ غنجاوب عليه وهذاك هو التخويك. واخا دابا اللي ما كانش معنا غتمشيو معايا بهذه الطريقه الزوينه، واخا غنجاوبكم علاش ماشي 6 زائد 1 تنساليو، غتمشيو معايا بهذه الطريقه الزوينه اللي غنقدروا نفهموا بها كل شيء. فهمتوا؟ تبعوا معايا غير المراحل اللي غنديرها انا، احنا مازالين دابا. شدينا 7 فككناها لـ4 زائد 3، مزيان. دابا رد معايا البال، دابا المرحلة الموالية 4. شنو هي 4؟ هي 2 أس 2. متفقين على هذه ولا لا؟ 4 هي 2 أس 2، 4 راه كاري بارفي مربع كامل، 4 هي هي 2 أس 2. 3 مع الديكين ديال لها هي جذر 3 أس 2. زائد جوج في جوج جذر 3. 4 هي 2 أس 2. 3 هي جذر 3 أس 2. جوج ها هي، جوج ها هي، جذر 3 ها هي. غنديروا لها الترتيب. شوف راه باقي عندي الأمثلة بزاف بلاتي. من هذه المرحلة لهذه المرحلة، من هنا لهنا. 4 درنا هي جوج مربع ممكن. 3 هي جذر 3 مربع. ترتيب دابا جوج مربع ها هي، زائد هذه هي اللي خاصها تكون الوسط كما قبيله، جوج في جوج في جذر 3، زائد هذه هي الاخرى جذر 3 أس 2. وحصلنا على متطابقة هامة، جوج مربع ها هي جوج، جوج في جوج جذر 3، وها هي جذر 3 مربع. وهذا هو اللي كنا باغين، وهذا غير المثال الاول باش تفهموا. كما قلت لكم كتبقى من اصعب الاسئله اللي يقدروا يجاوبوا عليها عدد قليل من التلاميذ، وحنا بغينا هاد 70 اللي كانت معنا كامله تستافد ان شاء الله. واخ حنا تنخدموا اللي جاوا جداد كنخدموا بزاف ديال الامثله باش تفهموا. دابا غنجاوبوا هاجر، علاش علاش في نظركم ما درناش 6 و1؟ حيت عندنا هنا جذر 3 خاصني تكون عندي 3، وهذا هو التخويك ديال هاد لو جو. هانت الا كانت عندكم 3 خاصكم تخرجوا 3 في اللعب.
لا اللي بغى يقرا غادي يدير عوض انستغرام غادي يدير فيسبوك، اللي بغى يقرا عادي واش اللي بغى يقرا غنمشيو حنا نمشيو لعندو ندخلو عنده الانستغرام نديرو ليه لايف في انستغرام حيت هو عنده اللايف حيت هو عنده انستغرام خاص هو يدير فيسبوك على قبلنا ياكل. لا دابا شوف انا ما بغيتكم انا تتبعوا معايا غير المراحل، غنديروا واحد الحاجه غادي نسدو هذه بحال هكا وغادي نبداو الخدمه ازيرو بحال هادشي ما شفناش. غنديروا هذا المثال 6 زائد 4 جذر 2. يلا عطيني دابا اش قلت لكم اول حاجه، ها هي انا لونت 4 هي 6، شنو هي 4 هي 2 في 2 جذر 2 يعني نبقاو حاضرين مع الجذر. برافو هذا الجذر فيه 2 برافو هذا هو الجواب 6. دابا 4 درنا هي 2 جذر 2. انا كل مرحله كندير لكم في السطر باش تفهموا تقدروا نتوما ديروا المراحل كاملين في دقه. وشنو هي 6؟ راه هي 4 زائد 2 وما تقولش هي 5 زائد 1. اش لحقك بانت لك هنا شي 5 بانت لك شي 1 فهمتوني؟ برافو محمد عنده 2 6 هي 4 زائد 2. واش غتقول لي هي 3 زائد 3؟ انت عندك هنا شي 3. اما احسن 6 ديروا 3 ها انتوما، واش ديروا 3 زائد 3 ولا ديروا 5 زائد 1 ولا ديروا 4 زائد 2؟ يلا شكون يبان لكم انتوما زوين؟ الا درتي 3 و 3 انت ما عندكش هنا 3 كاع، ولا درتي 5 و 1 ما عندكش هنا 5 و 1 كاع. احسن حاجه ديروا 4 زائد 2 هكا غنعلمك تولي تفكر غتولي ناضي. دونك ها هي 2 في 2 جذر 2، ها 2 في 2 جذر 2. غنجيو الربعة، الربعة راه هي 2 أس 2، ما شو ما نزربش، ها ربعة هي 2 أس 2، 2 كنزيدو عليها الجذر، هي جذر 2 أس 2، زائد ها هي زائد، 2 ها هي 2، 2 ها هي 2، جذر 2 ها هي، كنرتبوها، 2 أس 2، هذه هي الأولى، دير زائد وزائد، هذه هي الاخرى ديما وهذه هي الوسطانيه، ها متطابقه هامه، هنا 2 هنا جذر 2، 2 زائد جذر 2 الكل اس 2. واخ سمعوني مزيان دابا عاد باش نفتح لك مجال الاسئله ديالك. دابا شي مرات كتسولوا خارج الصندوق أستاذ، بحال دابا بالي واحد السؤال بلاتي مثلا شنو بالي كيفاش كيتطرح هذا السؤال؟ قلتها في الاول ها السريه باقه ياك السريه باقه. يلا دابا بين ان ها السريه راه خدامين عليها من قبيله. شي مرات خليونا غير في سميتو في التمرين غير في الشرح، ملي نسالو الشرح ونفتحوا المجال الاسئله. واسمعني مزيان، كاين اللي كيتسائل واش كاينه في الجهاوي واش كاينه في المحلي، مهم اللي مهم راك كتاخذ لي باز باش كلشي يولي يجيك ساهل. اما الامتحان دابا ما تبقاش تسول علاش انا غادي نعطيك غنقول لك هذا الشيء هو اللي كان كيتحط في الامتحان ديما ها هو وغنحكر عليه وغنقول لك هادو غادي يخليوك ناضي باش يولي يجيك شي لاخر ساهل فهمتوني. كاين طريقه ديال الخدمه. دابا غندوزو للسيريه يلا شوف معايا هادشي اللي درنا ها هو غيتعاود ثاني حيت غنخلي لكم هادو بغيتكم تجاوبوا عليهم ضروري. تبع معايا تبع معايا يلا ها هي غنمشيو دابا ها السؤال ها السؤال 6 زائد 4 جذر 2 جذر 6 زائد دابا شد معايا كرونو 4 جذر 2 في الاخر خاصها تكون 2 زائد جذر 2 جذر 6 لونتها هي 4 زائد 2 زائد 4 هي 2 في 2 جذر 2 زربت واش زربت 6 هي 4 زائد 2 فككناها كما درنا من الاول ديال الحصه 4 هي 2 في 2 واش زربت هاد السطر ما زربتش مزيان يلا ها هو جذر 4 هي 2 او كاري
زائد جوج هي جذر جوج او كاري زائد جوج في جوج في جذر جوج جوج في جوج في جذر جوج مزيان جذر الا كتبوا لي لا ما زربتيش لا دابا زدنا عليها الجذر جوج او كاري ها هي زائد زائد هذه هي الاولى وهذه كتبوها هنا جذر جوج او كاري هذه جوج في جوج جذر جوج مزيان هذا جذر ياك ها هو الجذر جمع المتطابقه الهامه الى عندك في الاول جوج غدير جوج والى عندك في الاخر جذر جوج غدير جذر مربع جوج وتقدر تشوفهم هنا جوج وجذر جوج لوتو او كاري صافي ما زربتش مزيان المربع غيحيد الجذر واش غتبقى جوج زائد جذر جوج ها هي اثنان زائد جذر اثنان هذا هو السؤال قالك بين ان هذه تساوي هذه مرحبا دابا انت راه الوليد ديال قدامك راه كاين دابا اللي متبع مع الولد ديالو وحتى اللي يلاه تعرف علينا مزيان انا تنقول لهم كطمح لولدك يجيب 18 19 20 هادو ضروري يخدمهم ما كاينش 18 و 19 20 والله ما يقدر يجيبها الا ما خدمش هاد الشيء وهو ما فاهموش مزيان يعني ما عندوش النيفو ديال 18 و 19 و 20 ما عندوش النيفو ديالو هذه الامانه صافي ما ياك اصلا ما موالفش كنزرب ياك شي واحد شو انا كنزرب في هضرتي في الشرح لا في هضرتي اللي كنبغي ندوز بها شي ميساج دابا هكا خفيف اما في الشرح هذا دقه دقه كنمشي ياو الله يا ودي استاذ داك الجذر الكبير ديما كيطير الا كان الكاري الا كان الكاري كيتحذف ديما هذا الكاري هو هذا المربع هو السبب في هذا الجذر تحايد باش تنحى من تماك زيد استاذ زيد نزيدو استاذ مزيان جذر مربع نزيدو استاذ نزيدو استاذ اخر مثال سبعه زائد اربعه جذر مربع ثلاثه جذر مربع هاد سبعه ايوا في نظركم شنو غنديروا غنديروا سبعه بغا دير ليها سته زائد واحد وانت ما عندكش كاع هنا سته بغا دير ليها خمسه خمسه زائد جوج وانت ما عندك لا خمسه لا جوج احسن حاجه سبعه راه هي اربعه زائد ثلاثه كاينه ولا لا وشنو هي اربعه هي جوج في جوج وانا جذر ثلاثه هذا ديما تنفكوه هذا ربعه ديما بحال هكا ها الجذر شنو هي هاد ربعه هي جوج وكاري شنو هي ثلاثه هي جذر ثلاثه وكاري وهادو جوج في جوج في جذر ثلاثه ها المتطابقه غتكون فيها جوج وجذر ثلاثه راه باينه غتخلي هنا جوج وكاري غدير زائد وهنا زائد جذر ثلاثه وكاري ها هي جذر ثلاثه وكاري سمحوا لي شي مرات كنفوت التعليقات ديالكم جوج في جوج جذر ثلاثه جذر متطابقه هامه ها هي قوس هنا جوج ها هو زائد زائد ها هي زائد جذر ثلاثه ها هي وكاري كاري حيد الجذر وغتبقى جوج زائد جذر ثلاثة دابا عاد باش نقدر نجاوب على السؤال ديال الأستاذ إذا كان ناقص نفس الشيء نعم إذا كانت هنا ناقص هنا غتولي ناقص هنا ناقص غدير ناقص هنا هنا غتولي ناقص هنا غتكون ناقص ولكن عنده واحد الشرط ماشي دابا هذيك بوحدة المهم راه نفس العملية نفس لابروسيدور مفهوم فهمتوا مزيان راه لاحظتي حاولت السؤال انا ما نجاوب عليه حتى نكمل الشرح لانه غنولي خارج على السياق راك المعقول دابا هاكم هادو غنخدمو معكم من بعد صافي ها هما كونوا ناضين نبغيكم تكونوا ناضين نبغيكم تكونوا ناضين ها هما يلا باش نخدم معكم من بعد هادو هادو راه زوينين تاهما واعرين ها هما فيهم ناقص اسيدي يلا مش قالينا على خاطرك ها هما تاهما زوينين وغتشوف المستوى كيفاش يولي انا قلت لك خير دليل غير ملي تدخل القسم
قول لهم اجي ها هي سير يخدم معنا الاستاذ وليد هاك صافي. كل الحب لكم مودتي، الله ييسر اموركم، تبارك الله عليكم، نشوفكم في الحصه المقبله ان شاء الله بحول الله يوم الاربعاء. لا تنسونا من صالح دعائكم، راه كاين نقطه، كاين اساتذه اللي غادي يبداو من الجذور، كاين اللي غيبدا من المتطابقات الهامه، كاين اللي غيبدا بالقوى، المهم هادشي غنلقاو له حل ان شاء الله بحول الله، وتكونوا جاهزين للفروض. ما تنسوش التفاعل ديالكم دائما جد مهم، البارطاج ديالكم اللي هو المشاركه ديالكم مهمه جدا، التعليقات واي شيء مهم في زياده من تفاعل الصفحه باش تقترح عند ناس وحدين اخرين، تاخذوا من جهه الاجر وناخذوا من جهه اخرى كذلك الاجر والدعوات. حياكم الله، شكرا لكم وشكرا لكل من علمني حرفا، انا بدوري كذلك اعانكم الله، تحياتي.